عرفت سنة 12 و2000 بداية انتعاش الاقتصاد التونسي وتعافيه من أزمة عصفت به بان الثورة. يعني وقع الاستثمار الداخلي جيد ولكنه ليس ممتاز. ثم تعرفوا المناخات العامة اللي مرت بها تونس بعد الثورة بالتأكيد تؤثر على الأداء الاقتصادي العام. ابتداء من سنة 2012 بدأت النسق الاستثمارات يتطور وينمو. آخر الإحصائيات التي لدينا أنه الاستثمار في القطاع الصناعي نما بحوالي 15% والاستثمار الخارجي المباشر نما في حدود 25%. فهذه دلائل بالمؤشرات على أنه ثم استعادة لنسق النمو، ثم استعادة للاستثمار. السنة الماضية كانت سنة تدعيم العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في إطار مسار ارتأته الحكومة الانتقالية ضمن خياراتها الاقتصادية، كلها معطيات أثرت على واقع الاستثمار في تونس. الاستثمار يكاد يكون غائب الآن، الاستثمار الداخلي يعني محدود جدا باستثناء بعض الاستثمارات الحكومية والدولة، والاستثمار الأجنبي يكاد يقتصر على استثمار في ميدان البحث عن المحروقات. إن شاء الله في الوضع القائم والمستقبلي أنه راح يكون مجالات واسعة للاستثمار، والبنك العربي ملتزم بالتوسع بالاستثمار فأي دولة عربية مستقرة وفيها نظام محترم. دعم الاستثمار وسبل التعاون مع الجانب الأوروبي يمثل الجانب الأكبر في خطة عمل الحكومة لإنعاش الاقتصاد. في هذا الإطار نظم اللقاء الأول للمجلس الاقتصادي الأوروبي. بالمناسبة وقع الاتفاق على أنه تكون هنالك مجموعات عمل لدراسة بعض المسائل التي تتعلق بقضية التمويل وقضية الشراكة بالقطاع العام والقطاع الخاص، قضية حماية المستثمر، قضية الملائمة من بين التكوين وسوق الشغل. هذه مسائل باش تفتح لنا آفاق. تأكيد على دور الاستثمار في النهوض بالاقتصاد الوطني ومساع حثيثة لدعمه تجعل من المسألة السياسية أمام ضرورة التعجيل بتوضيح خارطة طريق تضمن لهذه المساعي مناخا أنسب للتحقق. سليم الحاج إبراهيم، قناة المتوسط، تونس.